خلينا نطمن كده على حالة الجو النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. وكمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخر الليل على كافة الأنحاء. النهاردة في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وفي كمان فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على الصحراء الغربية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة. تنضم لنا على الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تطمنينا على يعني أخبار الطقس، لأنه امبارح شفنا أنه في أول النهار كان الحالة كده الطقس كانت الدنيا مغيمة ودرجة الحرارة كانت حوالي تقريبا 20، وبعدين ابتدت ترتفع تاني على مدار اليوم. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة هدير، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. احنا طبعا بنشهد انخفاض في درجات الحرارة، كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، لكن اليوم هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، يعني تأثير السحب مش هيكون واضح تماما خلال فترات النهار. فترات سطوع أشعة الشمس العظمى على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 27 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترة النهار أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية حر على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل بالفعل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ، العظمى بتوصل ل 19 و 20، الصغرى بتوصل ل 19 و 20 درجه مئويه خلال فترات الليل. الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. اليوم فرص الامطار مش هتكون مؤثر تماما على المناطق اللي فيها فرص امطار. المناطق طبعا اللي فيها فرص امطار هي سواحلنا الشماليه، محافظات شمال الوجه البحري او شمال الدلتا، بعض المناطق من الصحراء الغربيه، لكن كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. كمان اليوم هيكون في نشاط للرياح خلال فترات المساء على القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، كمان بعض المناطق من جنوب سيناء. نشاط الرياح ده طبعا هيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء الخريفيه خلال فترات المساء، سرعته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. غدا ان شاء الله كميات الامطار هتزيد وهتمتد للمناطق الداخليه، وهتكون امطار خفيفه الى متوسطه وقد تكون رعديه احيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لان احنا غدا ان شاء الله هنبدا نتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا كتل هوائيه شماليه رطبه من على البحر. وده هينعكس على درجات الحراره، يعني هيكون في غدا في انخفاض لدرجات الحراره؟ احساسنا بدرجات الحراره هيكون منخفض، لكن درجات الحراره وقيامها غدا هتكون 27 درجه مئويه، لكن هيكون طبعا في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، فهيقلل احساسنا بارتفاع درجات الحراره او قيم درجات الحراره الموجوده. عظيم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلينا ناخد حضراتكم دلوقتي ونعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهره بالعظمى 27 والصغرى 20. العاصمة الإدارية 26-19، اسكندرية 25-17، العلمين الجديدة 25-17، مطروح 24-17، دمياط 25-21، بورسعيد 26-19، وإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18. نروح للسويس والعظمى 27 والصغرى 19، العريش 25-20، كاترين 22-13، طابة 26-21، حلايب 30-23، شلاتين 32-23، شرم الشيخ 29-24، الغردقة 30 والصغرى 21. الفيوم العظمى 28 والصغرى 18، بني سويف 28-17، الوادي الجديد 31-15، أسيوط 29-15، سوهاج 30-18، إنا 31-19، الأقصر العظمى 31 والصغرى 18، أسوان العظمى 32 والصغرى 19.